ورجعنا لكم من جديد. وأكيد دكتور لو نجي نتكلم عن هذا الموضوع نحتاج إلى منظم صوري أنه نتكلم فيها عن هذه الإجراءات أو السياسات أو بعض الدراسات اللي تتكلم عن هذا الموضوع. بلا شك هو المنظم الصوري ميزته أنه سيجعل المتلقي سواء كأي شخص سيدرك تماما ما الذي نتحدث عنه وكيف نستطيع أن نقوم بعملية إعداد دليل السياسات والإجراءات. فأتوقع لو عرضنا مجموعة من المنظمات الصورية وجعلنا الجمهور يشاهدون هذه المنظمات ستضح لهم سهولة عملية إعداد دليل السياسات وإجراءات. يعني ناخذها من أول شيء مفهوم إدارة الأداء. في هذا المنظم الصوري نحن نوضح أن أي مدير لما يكلف أي موظف عنده أساساً هو بيكلفه بأمرين، ماذا ينجز وكيف ينجز. التحدي اللي عندنا أن أحياناً ما يكونش عندي لا واضح ماذا أنجز ولا كيف أنجز، أو قد يكون عندي واضح ماذا أنجز لكن غير واضح عندي كيف سأنجزه. دليل الخطة دورها أن تجيب على سؤال ماذا سأنجز، ودليل السياسات والإجراءات دوره أن يجيب على سؤال كيف أنجز. ناخذ الصورة اللي بعدها. أكثر مشكلاتنا في العمل هي ناتجة عن ضعف في الأداء. وإحنا دائماً المدراء يتحدثوا عن ليش عندنا مشكلة. سويت هذا النموذج لتوضيح أسباب وجود ضعف في الأداء داخل المنظمة. يعني أنا شبهه تماماً مثل الصداع. يأتيك شخص يشتكي من صداع لكنه مش مدرك إن والله مشكلته في الدرس أو مشكلته في العين. الإشكالية الكبرى عندنا داخل المنظمات في ضعف الأداء هو عدم الاتفاق على الإجراءات. فلما يكون ما اتفقناش على الإجراءات سيصبح عندنا اجتهادات. هذه الاجتهادات ستولد عندنا خلاف ما بين المدير والموظف، تبدأ عندنا تبريرات، فالموظف يحاول يبرر مديره أنه والله أنا ما قدرت أسوي بالعمل اللي تبغاه بالطريقة اللي تبغاها. بعد شوية سيبدأ عندنا فقد ثقة ما بين الرئيس والمرؤوس، بعدين سيصبح عندنا أنه تنفصل العلاقة ما بينهم وتبدأ المشكلة تكبر أكثر بحيث لا نستطيع أن نشعر بوجود مشكلة داخل العمل. والسبب كله هو عدم الاتفاق على آلية العمل أصلا من البداية. دليل السياسات والإجراءات هو الأسلوب المثالي لعملية الاتفاق ما بين الموظفين والمرؤوسين كلهم على الأداء الصحيح. يعني ترجع النقطة الأساسية على الرئيس نفسه. نعم. يعني هذه الدائرة كلها على الرئيس. نعم. ناخذ اللي بعدها. في هذا المنظم نتكلم احنا عن عناصر الإدارة، الوظائف الإدارية الأساسية، وظيفة التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة. لاحظوا معي أن عملية التنظيم هي رقم 2. هي دورها الأساسي أن بعد ما وضعنا الخطة كيف نستطيع أن نرتب ونحشد جهودنا على شكل هيكل إداري وعلى شكل خارطة تنظيمية وعلى شكل وحدات إدارية ومهام وإجراءات بحيث نتأكد جالسين نقوم بالمهام بشكل صحيح. وذلك هذه الخارطة توضح ما هي العمليات الإدارية الأساسية التي يجب على المدير والقائد أن يركز عليها. ممتاز. يعني هذه الأربع الأساسيات. نعم. وفي النص هو عملية التنسيق اللي دور الأساسي الخامسة. وهذه نقدر نقول إنه هذول نفسهم الأربعة هذول ما نقدر نتخلى عن واحدة منهم. ما يمكن تفويضها. هذا دور المدير. الصورة اللي بعدها. في هذا المنظم إحنا نوضح أهداف وجود منظمات. أي منظمة ستقوم لها أربع أهداف. الهدف الأول تحقيق الربحية، والربحية لا أقصد بها فلوس، الربحية أقصد بها تحقيق الأهداف. العنصر الثاني الاستمرارية. يعني إذا بدينا مشروع لازم مشروع يكون عنده استمرارية، ولا يمكن يحصل عندنا استمرارية للمشروع إلا إذا كان عندنا أدلة إجرائية. أكيد. عشان يكون عندنا تلقائية في العمل. النقطة الثالثة التنافسية. ما نستطيع أن ننافس إذا ما عندناش دليل إجراء عشان نعرف إحنا كيف نجري العمل وغيرنا كيف يجرونه. العنصر الرابع عندنا النمو، إن كل مرة نحسن وبشكل مستمر. طبعا كنا قاعدين نتكلم أيضا عن المصفوفات البنية التحتية. نشوف الصورة. في هذا المنظم الصورة حنتكلم عن مصفوفة البنية التحتية للمنظمات. كما تلاحظوا عندنا حالات، عندي حدث خارجي تأثير داخلي، وعندي حدث خارجي تأثير داخلي، وتأثير داخلي حدث خارجي، ثم عندي تأثير داخلي تأثير خارجي. أكثر مدراء يكونوا مشغولين بالرقم 4، بينما الأساس أن نبدأ برقم 1 الأسفل اللي هو الداخلي، وهو عملية وضع خطة، عملية وضع هيكل إداري، عملية وضع خارطة تنظيمية، عملية وضع إجراءات ودليل سياسات، لأن هذا سينظم عندنا العمل الداخلي. إذا احنا تنظمنا داخليا نستطيع أن نطور خارجيا. يعني قلت أغلب المؤسسات والشركات كل اهتمامهم خارج المنظمة. صح. وهذا اللي يسبب لهم بعض المشاكل إنه هو كل تركيزه على الخارج، الداخل ما عنده أي اهتمام. ما في هيكل إداري، ما في عندنا إجراءات، وبالتالي إحنا مش قادرين نقدم أفضل أداء. عندنا إمكانيات وعندنا موارد وعندنا ميزانيات بس مش قادرين نتنظم. ممتاز. نشوف الصورة اللي بعدها. هذه مصفوفة نسميها مصفوفة الأداء. عندنا أربع احتمالات للأداء. عندنا فوق حسن الأداء أو ضعف الأداء، وعندنا أيضا عملية جيدة أو عملية خاطئة في الإجراء نفسه. عندنا أربع احتمالات سيمارسها الموظف. إحنا دورنا من دليل السياسات والإجراءات نريد أن نضمن قيام الموظف بالعمل المطلوب بالشكل المطلوب. وهذا الهدف الأساسي من بناء دليل السياسات وإجراءات. ممتاز. الصورة اللي بعدها.
هذه الصورة هي من إدارة المعرفة، هذا نموذج يسمى نموذج تداول وإنتاج المعرفة. هذا النموذج يوضح أن لما نبغى نبني دليل إجراءات عندنا أربع مراحل سنمر بها. المعرفة عادة تكون معرفة ضمنية، نقصد بالمعرفة الضمنية المعرفة الموجودة في رؤوس الناس، والمعرفة الأخرى تسمى معرفة صريحة والمعرفة المكتوبة في الورق. سنمر بأربع حالات لكتابة الدليل. أول مرحلة عندنا هي مرحلة تحويل المعارف من معرفة ضمنية لمعرفة ضمنية، زي ما أنا أتكلم الآن وأنت تسمعوني، هذه معرفة من ضمنية لضمنية نسميها معرفة مرحلة تفاعل. مرحلة ثانية لا، بنروح نجلس مع كل قسم الأقسام ونجلس معهم ونكتب الإجراءات كلها مكتوبة، فتحول عندنا المعرفة من معرفة ضمنية لمعرفة صريحة. لكن لاحظ أن هذا نموذج وهذا نموذج وهذا نموذج، فنحتاج مرحلة ثالثة وهي مرحلة تجميع، نجمع كل أقسام أدلة الأقسام نجمعها في دليل واحد. ثم بعد ذلك عندنا آخر مرحلة، مرحلة رقم أربعة نسميها الذاتية، أن أي موظف سينضم للمنظمة بس مجرد يقرأ الدليل يستطيع أنه يعرف طبيعة العمل اللي عندنا. ممتاز، ونشوف الشريحة اللي بعدها. في هذه الشريحة عندنا 10 خطوات لبناء دليل السياسات والإجراءات. هذه الخطوات احنا نسميها الخطوات الإجرائية من أسفل إلى أعلى. أول شيء نبدأ نكون فريق عمل داخل المنظمة، بعد ذلك نحدد ونحلل عمليات بيئة العمل، بعد ذلك نقوم بعملية رسم خارطة تدفق لإجراءات العمل، ثم بعدين نوصف كل شريحة في العمل، ثم نقوم بعملية تحديد وتوثيق قواعد العمل والسياسات، ثم بعد ذلك نوثق متطلبات لكل نموذج، ثم نبدأ بعد ذلك نقوم بعملية ربطه بالخطة، ثم نربطه أيضا بالهيكل التنظيمي، وفي الأخير يكون عندنا عمليات نستطيع أن نقوم بعملية متابعتها وإجراءاتها. 10 خطوات نسميها العشر خطوات الأساسية لعملية بناء دليل إجرائي. ممتاز ممتاز. باقي عندنا صور أيضا، هذه نفس العشر خطوات لكنها لمن يريد أن يطلع عليها بشكل تفصيلي. هذه العشر خطوات مفصلة، كل خطوة من الخطوات كيف نستطيع أن نجريها في بيئة عملنا. الشريحة اللي بعدها، هذه العشر خطوات المطلوب إنجاز، هذه 16 خطوة عندنا مطلوب إنجازها لعملية إعداد دليل إجراءات. وفي الدورات التدريبية وأيضا في البرامج اللي الفرق العمل اللي يبغى يشتغلوا على عملية إعداد الخرائط الإجرائية نقوم بوضع هذه 16. لكن لاحظ أن عندنا اثنين منها هي الأهم، رقم 11 ورقم 14، وهي وجود خارطة تدفق موصفة، لأن هذه الورقة الوحيدة اللي ممكن تصنع عندنا الدليل الإجرائي، وهي الفرق ما بين دليل التعليمات والدليل الإجرائي. الشريحة اللي بعدها، هذه آلية كيفية القيام بعملية كتابة دليل إجراءات. من خلال نوضح كيف نستطيع أن نقوم بعملية كتابة دليل إجراءات، وهي عملية سهلة جدا. قد تبدو بداية لما نتكلم عن دليل السياسات وإجراءات عملية صعبة، لكن عملية هي خطوات مقننة. باختصار، اكتب ما تفعل، اكتب ما تريد أن تفعله، قم بتحليل الفجوة، قم بالتحسين بشكل مستمر. طيب، أنا ودي قبل أن نكمل الشرائح الباقية، يعني السؤال المهم اللي يطرح نفسه دكتور، لمن أنا أتوجه بهذه الحالة عشان هو ينظم لي إياها؟ أوكي، أنا المدير وأنا الرئيس وأنا المسؤول، لكن أكيد أنه أنا أحتاج أني أنا يكون في عندي شخص متخصص في هذا المجال. هنا يأتي السؤال جدا رائع، المستشار اللي سيساعدنا على عملية كتابة دليل السياسات والإجراءات. يجب أن يكون عندنا، أو جيد أن يكون عندنا مستشار خارجي يكون متخصص مجال التنظيم والأساليب العمل عشان يساعدنا في عملية كتابة دليل الإجراء. لكن يجب أن لا يقوم هو بكتابة دليل السياسات والإجراءات، بل يجب أن نكون فريق من العاملين عندنا. العاملين اللي عندنا القائمين بالعمل نفسهم هم الأفضل والأجدر لأنهم جالسين يمارسون العمل بشكل فعلي، ويجب أن نستثمر فيهم. ويجب أن يكون المستشار الخارجي اللي يحضر معنا هو مجرد مساعد وميسر ومسهل، لكنه ليس القائم بالعمل. أحيانا بعض المنظمات يجيبوا شركة خارجية ويقولوا أنتوا اكتبوا لنا من الدليل والإجراء، ثم لا ينجح لأن الموظفين لم يشتركوا فيه. الموظف سيلتزم بالدليل إذا شارك هو في إنتاجه. ممتاز، يعني أنا أقدر أرسم لك الخطة. نعم. فارغة، وأنت تبدأ تعبيها. نعم. بالأشياء والخطط والأساسيات اللي موجودة عندك في المنظمة. اليوم عندنا 16 قالب زي ما وضحنا قبل شوي، 16 قالب، بمجرد يعبيها الموظف سيظهر الدليل الإجرائي. وعلى فكرة هي جدا سهلة، كان زمان مش موصفة، اليوم عبارة عن قوالب محددة. ممتاز، نكمل شرائحنا. هذه عبارة عن 14 مبدأ وضعها هنري فايل، سمى مبادئ إدارية. هذه 14 مبادئ كلها يجب أن راعتها في عملية إعداد دليل السياسات والإجراءات. أهم واحد منها اللي يعنينا كثيرا بموضوع دليل السياسات والإجراءات شيء اسمه وحدة الأمر. إيش يعني وحدة الأمر؟ يجب أن يكون لكل موظف مدير واحد هو الذي يعطيه التعليمات. حين يكون أنا مثلا موظف بس عندي هذا مديري، ومدير مديري يطلب مني طلبات، ومدير مديري يطلب مني طلبات، فأنا مش عارف أنا يعني أستجيب لمن. دليل السياسات والإجراءات أهم شيء فيه أن نضمن خطوط اسمها خطوط السلطة وخطوط المساءلة والمسؤولية، بحيث إذا أعطيتني مسؤولية أنت تسألني عما أعطيتني عليه المسؤولية. الشريحة اللي بعدها، في هذه الشريحة نستخدمها لعملية كيف نستطيع أن نحول العمل إلى إجراءات. فلاحظي معنا أن نحط واجبات اسمها الواجبات الوظيفية، نطلع منها نشتق منها المهام، من المهام راح نطلع منها الإجراءات، ومن الإجراءات بنطلع منها الأنشطة، ومن الأنشطة بنطلع منها المدخلات، إيش نحتاج من أدوات لعملية تنفيذ الإجراء. ممتاز، الشريحة اللي بعدها،
هذه الشريحة، هذا النموذج يعتبر يعني نموذج سهل لعملية كيفية توفيض المهام مني أنا كمدير لموظفيني. نقول باختصار، قم بعملية اختيار أحد المهام، نظم المهمة عشان خارطة تدفق، بعد ذلك اكتب المهمة له بشكل موظف للموظف، اشرح الموظف المهمة، اجعل الموظف يقوم بعملية التنفيذ، قم بعملية الرقابة، ثم يقوم بعملية تقييم المهمة. الشريحة اللي بعدها هذه الآن ما نسميها بالخوارزميات أو نسميها خرائط دفق أو نسميها خرائط انسياب، وهي اللغة المعتمدة في عملية كتابة دليل السياسات والإجراءات. هي لا، نحن لا نكتب الإجراء بشكل نصي، نحن نكتب الإجراء من خلال رسوم. هذه الرسوم تساعدنا على أن يكون عندنا كلنا مفهوم واحد، وهي لغة دولية في كل مكان، تقرأ بالألماني بالروسي تقرأ بالإنجليزية، هذه الرموز هي فقط المتاحة عندنا. هذه أحد خرائط دفق لأحد العمليات الموجودة مرسوم بهذا الشكل، وكما تلاحظ هي رسمة خريطة موصفة، أي موظف لو شافها راح يمشي عليها راح يحصل نفس النتيجة. إلا الشريحة اللي بعدها، هذه آخر شريحة عندنا، وهي الشريحة نتكلم فيها عن نحسب فيها الشيء التالي. هذه خطيرة جدا، نحسب فيها الوقت المهدور، نحسب بها المكان المساحات اللي عندنا. هل لاحظت مرة مثلا مراجع دخل عندنا أحد الإدارات، مراجع ينتقل من قسم بعدين يروح قسم بعيد في محل آخر بعدين يروح قسم آخر، ثلاثة أرباع الوقت قضاها المراجع في الانتقال من قسم لقسم. فعلاً. طيب هل ممكن نعيد ترتيب الأقسام بحيث الأقسام اللي تكون عندها نفس الإجراء نحطها بجنب بعض بحيث المراجع لما يدخل يحصلها بجنب بعض؟ ممتاز. طيب هل ممكن أتمتها ونحولها كلها العمل الإلكتروني؟ إحنا إذا نتكلم عن ترتيب مكاتب، ترتيب عمليات، ثم ترتيب إلكتروني وأتمته. هذه اللوحة الأخيرة كانت دورها لتساعدنا على عملية تزميل الإجراءات وكتابتها. ممتاز. أنا ودي تعطينا النصائح الأخيرة لحلقتنا لليوم. أنصح كل مدير، كما أن التخطيط هام فإن التنظيم عملية هامة، من أجل أن يصبح عندك كفاءة أفضل، فاعلية أفضل، من أجل أن تستطيع أن تترقى في أعمالك، من أجل إنجاز أكبر للموظفين، من أجل الشعور بالريادة والتميز، قم بإعداد دليل سياسات وإجراءات موصف وقم بتحسينه بشكل مستمر. ممتاز. يعني هذه أهم الأشياء وأهم الأساسيات اللي المفروض على كل مدير أنه يتخذها. ذكرت أنه بعض الأحيان إحنا نستشير بعض في بعض المتخصصين، لكن الأساس يرجع علي أنا كمدير وأيضا كموظف. هي عملية إعداد دليل السياسات والإجراءات هي أول شيء قناعة من الإدارة العليا. الشيء مهم جدا اليوم نوضحه أنه اليوم المعرفة متوفرة. يعني إحنا الآن ببرنامجنا وحلقتنا هذه كلها ليس هدفنا أن كل شخص يشوف الحلقة بيصير يعرف يكتب دليل السياسات والإجراءات، لكن نبغى نوضح للناس اليوم كتب تسمى، يعني لو نبغى نبحث الآن عن عنوان يسمى عنوان الأساليب والنظم وتنظيم التنظيم، هذه الأساليب وتنظيم الأعمال كتب متوفرة جدا وتشرح كل شيء بالتفصيل. المهم عندي هو ثلاث أشياء: قناعات بأن هذا الأمر ها، اثنين اعتقاد بأننا قادرين بإذن الله على القيام بنفس موظفينا، رقم ثلاثة الشعور بأن هذا الأمر إجرائي وليس أمر سيأخذ منا وقت. تخيل أستاذة أنه بس مجرد كوب شاي وجلسة سريعة مع خرائط دفق ممكن أنت الآن تقوم بتخطيط مهامك كلها خلال نص ساعة. ممتاز. فليس كما يخيل الناس أنه عملية صعبة. أكيد. يعطيك ألف عافية دكتور على المعلومات الجميلة، وأنا عارفة أنه يمكن هي فيها شوية صعوبة، لكن لو دخلنا فيها أكثر وتعمقنا وعرفنا الأساسيات نقدر أنه تكون منظمتنا مرتبة وما فيها أي مشاكل. مثل أي عمل نتعلمه جديد، زي الكمبيوتر تعلمنا جديد، صياغة سيارة كان صعب بعدين صار سهل. يعطيك ألف عافية مرة ثانية دكتور، ونشوفك إن شاء الله في حلقة جديدة. شكرا لك كل الشكر، شكرا لبرنامجك الرائع اللي دائما يضخ لنا المعرفة. الله يعطيك العافية. أعزائي المشاهدين وصلنا لختام حلقتنا لليوم، إن شاء الله نشوفكم حلقة جديدة، إلى اللقاء.